يذهب به الى الاستاذ سياده الوزير حسن اسماعيل. سياده الوزير، اذا الدكتور غازي يقول ماذا تريد قوات الدعم وماذا يريد الجيش؟ قوات المتمردين تريد ان تستولي على السلطه لسببين، سبب ظاهر غير حقيقي، تريد ان تفرض به مشروع سياسي تسميه المشروع الاطاري، وهذا فقط تحايل على هدف الاساسي. قوات التمرد قادتها لديهم مشروع وطموح وتطلع شخصي للحكم وفرض هذه العشيرة وفرض هذه الأسماء على المشهد السياسي بقوة السلاح. هذا ما تريده قوى التمرد. قوات الجيش السوداني هي لا تسأل ماذا تريد. قوات الشعب السوداني لديها واجب يحتم عليها الدستور والقانون الذي أسست بموجبه والذي تلزم به كقوات وطنية أن تضحض مثل هذا وأن تحبط مثل هذه الطموحات ومثل هذه التطلعات ومحاولة فرض المشاريع السياسية والطموحات المطامح الشخصية بقوة البندقية. هذا ما يريده الجيش السوداني، وبالتالي أي جهة دولية تحاول أن تساوي بين هذين الهدفين هي في الحقيقة تقوم بتصفيف كثير جدا، وهو تترتب عليه نتائج الفشل التي نشاهدها الآن. يعني أنت تريد أن تساوي بين الجاني وبين بين الضحية، بين المعتدي وبين المعتدى عليه، بين الخارج على القانون وبين الذي يريد أن يفرض القانون وأن يمارس القانون، وبالتالي ستفشل كل هذه المشاريع التي تؤسس على هذه النظرة. إن كان المجتمع الدولي يريد أن ينهي الحرب فهنالك آليات وأدوات واضحة جدا ومعمول بها لإنهاء الحرب، وهي إطلاق تحذيرات واضحة وبلغة واضحة لقوى التمرد أن تضع السلاح، لأنها قوى تريد أن تفرض مشروعا سياسيا أيا كان هذا المشروع السياسي، وإن كان كتابا منزلا لا يفرض بالبندقية ولا يفرض بالتمرد ولا يفرض باحتلال المواقع الاستراتيجية ولا يفرض باحتلال المواقع المدنية ولا يفرض بزهق الأرواح ولا يفرض بسفك الدماء ولا يفرض بانتهاك الحرمات واغتصاب الحرائر. المساواة بين الغايتين وبين الهدفين وبين الجسمين وبين الجهتين هو الذي يعرقل وهو الذي يفشل كل محاولات إيجاد الحلول. إيجاد الحلول هو أن يضغط المجتمع الدولي أولا في اتجاه أن تضع هذه القوى المتمردة سلاحها وأن تسلم نفسها للحساب وللمعاقبة. هذه هي أدوات المجتمع الدولي التي نعرفها والمنصوص عليها في قوانين المجتمع الدولي والتي يحفظها أي دارس قانون دولي وقانون دستوري. أما الطريقة بتاعت التصفيف التي تحدث في جدة ويراد لها أن تحدث في الاتحاد الأفريقي فهي فقط تريد أن تعطي هذه القوى المتمردة قبلة الحياة وأكسجين وأنبوب أكسجين إضافي حتى يبقى من باب إضعاف الدولة المركزية في السودان. طيب الدكتور، you